الآن تشرفنا زميلتنا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك دانا. يبدو أن هذه الحكومة يعني بعد أن قتلت الفلسطينيين تريد أن تقتل ما تبقى لهم من أرض كذلك. الفكرة شديدة الوضوح، يعني إبادة كاملة لأي أفكار عن السلام. واضح أنه مسألة السلام ليست في أذهانهم إطلاقا يا دانا. مستهل جلستها الأسبوعية، وكان أخطرها ما أقرته اليوم الحكومة الإسرائيلية بهذا القرار الذي يفوض وزير في الحكومة الإسرائيلية وأيضا رئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش بأن يكون له القرار الأولي في المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات في الضفة الغربية. ماذا يعني هذا القرار؟ هذا يعني تطبيع إقامة مستوطنات وتطبيع المصادقة على بناء مستوطنات في الضفة الغربية وجعلها بما يتشابه مع بناء الوحدات السكنية الاستيطانية في داخل الخط الأخضر أو في داخل إسرائيل. هذا يعني أن سموتريتش لن يحتاج إلى إقرار أو حتى مصادقة من المستوى السياسي الحكومي في أخذ قرار في تخطيط وبناء مستوطنات داخل الضفة الغربية. هذا القرار أيضا يعني إلغاء المراحل الأربعة التي تمر فيها بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تتمثل أولى هذه المراحل في ضرورة موافقة وزير الأمن الإسرائيلي وضرورة موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبعدها تتم في مراحل قد تصل إلى أكثر من أربعة. هذا يتطلب سنوات عديدة للوصول إلى المصادقة النهائية. اليوم بهذا القرار الذي فوضت فيه الحكومة العسكرية الإسرائيلية سموتريتش يعني أنه لا وجود للقرار السياسي، وبأن سموتريتش الأكثر عنصرية وهو إتمار بن كبير المعروفين في الحكومة الإسرائيلية لربما سيمضي قدم من أكثر في تبديد حلم إقامة الدولة الفلسطينية من خلال فصل الضفة الغربية عن القدس، من خلال إقامة المستوطنات وحتى تقطيع أوصال الضفة الغربية من خلال تسريع عمليات تشريع بناء المستوطنات. هذا القرار إذا ما لم يذهب في المراحل الأربعة يعني تقصير المدة الزمنية التي تحتاجها المستوطنة عادة لإقامتها فعليا، وكما ذكرنا تطبيع المصادقة. هذا يعني بأن كالسهولة المعتادة في إقامة المستوطنات داخل القدس أو الداخل الأخضر ستكون هنالك سهولة في إقامة المستوطنات هناك، على الرغم من أن كافة المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية حسب المعاهدات والمواثيق الدولية هي غير شرعية في القانون الدولي. وهذا ما أثار حفيظة الإدارة الأمريكية بإدارة جو بايدن، والذي علق على هذا القرار بأن هذا لا يتناسب مع ما تراه الحكومة الأمريكية للوصول إلى السلام وعمليات التفاوض ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. رد الحكومة الإسرائيلية كان بأن هذه التصريحات التي ذكرها سموتريتش والتي سأوردها بعد قليل بأنها لا تمثل الرأي الرسمي للحكومة الإسرائيلية، ولكن سموتريتش هو وزير في هذه الحكومة الإسرائيلية وتصريحاته يعني تعطي نفسها الطابع الرسمي الحكومي. كان سموتريتش كان قد دعا إلى أنه سيكون هنالك استعداد للضفة الغربية لاستيعاب نصف مليون مستوطن جديد في داخل المستوطنات القائمة والجاثمة على أراضينا، أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. كل هذه القرارات تتزامن مع عقد غدا اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والبناء لتسريع بناء ما يزيد على 4500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ويتزامن أيضا مع زيارة غدا إلى إسرائيل وزيارة إلى الأراضي الفلسطينية أيضا من مساعد وزير الخارجية الأمريكية. هذا يعني أن إسرائيل ماضية قدما بتبديد هذا الحلم الفلسطيني، وبأنها تسرع من عمليات ليس حل الدولتين وهذا الحل المطروح دوليا، بل يعني بأن يكون الحل هو أن دولة واحدة وهي الدولة الإسرائيلية دون وجود للفلسطينيين. وهذا يعني أيضا استيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين الذي لم يتبقى منها أصلا أراضي بسبب سياسة الاستيلاء والمصادرة. وهذا هو اللغز يا دانا، اللغز هو هذه الدائرة الأليمة المغلقة. يسرقون الأرض، يبنون عليها المستوطنات، ثم إذا ما تظاهر الفلسطينيون احتجاجا يقتلونهم بدم بارد. الفكرة هي كيف يمكن مواجهة حكومة من هذا النوع في تصورك؟
صحيح، يعني الرهان الأكبر هو الرباط في فلسطين، هو التصدي لكل هذه الاعتداءات، لأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. كان هنالك إدانة من الإدارة الأمريكية وإسرائيل ماضية قدما، وغدا سيكون هنالك اجتماع للجنة العليا للتحضير والتخطيط في بناء المستوطنات، ونحن نتحدث عن ما يزيد على 4500. كان هنالك إدانات من الرئاسة الفلسطينية والحديث عن إلغاء الاجتماع الاقتصادي الذي كان من المنوي عقده غدا بين الطرفين، وهنالك إدانة من الرئاسة الفلسطينية حول كل هذه الإجراءات، ولكن إسرائيل لا تهتم ولا تكترث. اليوم الرهان كما ذكرنا هو على الفلسطيني ذاته، هو على صاحب الأرض الذي يدافع بجسده بروحه بكل ما يملك بالتصدي لمثل هذه الاعتداءات التي تتمثل بجلب هؤلاء المستوطنين فعليا إلى أراضي الفلسطينيين، ومحاولة شرعنة بؤر استيطانية غير مسموح لها بالتواجد أو غير مشرعة أصلا في القانون الإسرائيلي. ونحن نتحدث عن 9 مستوطنات حاولت الحكومة الإسرائيلية شرعنتها، أي تحويلها من بؤر استيطانية إلى مستوطنة قائمة. دعنا من خلال خبرتك، وأعتذر للمقاطعة ولعل الإجابة تكون قصيرة، من خلال خبرتك فكرة السلام كيف تنعكس في أذهان أعضاء هذه الحكومة الإسرائيلية التي أنت أدرى بها منا؟ يعني السلام غير وارد في هذه الحكومة الإسرائيلية. عندما يتحدث سموتريتش عن محو قرية كاملة، عن محو قرية حوارة، عندما يعطى إتمار بن غفير تصريحات في الاعتقال الإداري والتي اليوم كان من المفروض أن يقرها وتقرها الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه أرجأها إلى الأسبوع المقبل، والتي تسمح بتنفيذ أعمال واعتقالات إدارية بحق الفلسطينيين. هذا يعني أيضا بأنه لا يريدون سماع صوت الفلسطيني، والاعتقالات الإدارية التي تكون عادة دون تهمة دون حجة، ولكن يزج الفلسطيني في سجون الاحتلال لتمضية باقي حياته هناك. إذن هذه الحكومة التي تفكر بهذا النهج، والتي على الصعيد الداخلي الجبهة الداخلية أيضا لا تريد سماع صوت اليسار الإسرائيلي، فكيف إن كان الحال بالفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن هذه الأرض؟ هم لا يريدون السلام، هم لا يريدون للفلسطيني الحياة، لذلك تستمر انتهاكات الاحتلال المرسومة والمترجمة فعليا على أرض الواقع، من استشهاد، من جرحى، ومن اعتقالات، ومن اقتحام، ومسس بحرية الأديان. كان الله معكم وقلوبنا معكم يا دانا. شكرا جزيلا لدانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة.